السلام عليكم. اليوم نروح لولاية تاع جيجل لنقف على المسار نتاع طريق السيار اللي يربط ميناء جيجل ومدينة جيجل بولاية سطيف وبمدينة سطيف على مستوى دائرة العلمة إذن، واللي هذا الفيديو يبين تضاريس صعبة جدا واللي هي في الحقيقة رغم أنها صعبة جدا سوف تزيد من هذا الطريق السيار جمالا ورونقا وروعة عندما تنتهي الأشغال، يعني في وسط البحيرات والسدود والجبال، يعني تمد مناظر خلابة جدا. إن شاء الله الأشغال هذه تكتمل واللي طولت على أي حال، وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.